نجحت مملكة البحرين خلال اجتماع الجمعية العامة في توحيد رؤية البرلمانات المشاركة حول أن يكون ملف تجريم ازدراء الأديان ونشر الكراهية بين الشعوب هو الملف الأبرز على قائمة أجندة الاجتماعات المقبلة. نعم، خلال الاجتماع وافقت الجمعية العامة على البند الطارئ الذي تقدم به البرلمان الأرجنتيني بشأن إذكاء الوعي والدعوة لاتخاذ الإجراءات بشأن الأزمات الإنسانية الخطيرة. تستمر أعمال الجمعية العامة 46 بعد 100 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في مملكة البحرين لمناقشة عدد من البنود الطارئة التي تقدم بها عدد من البرلمانات المشاركة لتضاف لجدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد. مملكة البحرين نجحت خلال الاجتماع في توحيد الرؤى وتوافق الآراء بين البرلمانات الدولية، حيث كانت أبرز البنود الطارئة هي تجريم ازدراء الأديان ونشر الكراهية بين الشعوب، بالإضافة للحاجة الملحة لمكافحة العنف، إلى جانب إنشاء صندوق عالمي للبلدان المعرضة للكوارث الطبيعية. نحن الآن في مرحلة التصويت للبنود الطارئة. هناك 5 دول تقدمت بنود طارئة، هي في الحقيقة كانت 6 بنود طارئة، لكن إندونيسيا سحبت بندها الطارئ. المقترحات المقدمة، يعني المقترح الأول من الأرجنتين، العنف ضد النساء وتجريم ازدراء الأديان ويعني تجريم التعدي على المقدسات وأماكن العبادة وخلافه. والمقترح الثالث المقدم من المجموعة الأوروبية مع الأرجنتين وتشيلي هو حقيقة إلى حد ما قريب من المقترح الأول، وهنالك مقترحين آخرين من المجموعة الأفريقية المتعلق بإنشاء صندوق للكوارث، ومقترح آخر مقدم من دولة الكونجو. ويعد البند الطارئ هو أحد البنود التي يجوز لأي عضو في الاتحاد البرلماني الدولي أن يطلب إدراجه على جدول أعمال الجمعية العامة، بحيث يجب أن يكون ذو أهمية لحدث مهم حدث مؤخرا ويستلزم إجراء تدخل عاجل من المجتمع الدولي. نحن في أمس الحاجة إلى أن يتفهم المجتمع الدولي أن عملية التعصب الديني وإزدراء الأديان لم يعد يحتمل في داخل مجتمعاتنا الدولية. هذا من جانب، ومن جانب آخر هذا المؤتمر أيضا هو يناقش عملية التعايش السلمي ومقاومة التعصب. نحن أول شيء بدي أتحدث عن الجانب الفلسطيني، القضية الفلسطينية حاضرة بامتياز وخاصة مدعومة من قبل الأشقاء العرب ومن قبل أصدقائنا في العالم. هذا وقد تم خلال أعمال الجمعية العامة للاتحاد الموافقة على إدراج مقترح تقدم به البرلمان الأرجنتيني بشأن إذكاء الوعي والدعوة لاتخاذ الإجراءات بشأن الأزمات الإنسانية الخطيرة، ليكون بندا طارئا ضمن جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد للأيام المقبلة. يأتي هذا الاجتماع للجمعية العامة وسط حضور كبير من كافة الدول المشاركة لمناقشة أهم البنود الطارئة التي ستضاف على جدول الأعمال في الأيام المقبلة، لتؤكد مملكة البحرين على بناء المواقف والرؤى الموحدة بين البرلمانات للخروج بتوصيات يمكن الاستفادة منها لجميع دول العالم. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.